في هاي المحاضرة راح ندرس تركيز الحوامل في أشباه الموصلات. عندي نوعين، النوع الأول اللي هو الإلكترونات في حزمة التوصيل، والثانية الفجوات في حزمة التكافؤ. راح نبدي بأول وهو تركيز الإلكترونات في حزمة التوصيل. لمعرفة تركيز الإلكترونات أو عددهن نعتمد على المعادلة اللي بالأسفل، واللي تساوي لي تكامل حاصل ضرب معادلة الـ density of state في معادلة فيرمي ديراك. طبعا واحد الآن يسأل يقول ليش على مود نعرف تركيز الإلكترونات في حزمة التوصيل أو نعرف عددهم، ليش ناخذ حاصل ضرب الـ density of state مع فيرمي ديراك function؟ لأنه بالمحاضرة السابقة شفنا معادلة الـ density of state بين لي عدد المستويات اللي موجودة في حزمة التوصيل وأيضا شكلها، وهذه كانت تختلف باختلاف الشكل الهندسي للمادة، إذا كانت في على شكل 3 dimension أو إذا كانت على شكل 2 dimension 1 dimension أو 0 dimension. طيب أما بالنسبة إلى معادلة فيرمي ديراك فانكشن، لأنه بين لي احتمالية تواجد الإلكترون في مستوى الطاقة، على مود أقرب لك هاي الحالة بشكل أوضح، فاعتبر هنا أكو قاعة، في هاي القاعة أكو 8 ستيجات أو 8 رحلات، وقلت لك انه كم طالب موجود في هالقاعة. انت قلت لي انه في هالقاعة اكو 8 ستيجات واكو احتمالية وجود طالبين على كل رحلة او على كل ستيج، فهذا يعني انه 8 اللي تمثل لي عدد الستيجات مضروبة في 2 اللي هو احتمالية تواجد طالبين على رحلة الوحدة، فيساوي لي 16 طالب. اذا 16 طالب موجود في القاعة. نفس الحالة هنا عدد الالكترونات حتى نعرفها، فاعتبرنا بانه density of state مثلناه هنا بالرحلات او الستيجات، والفيرمي ديراك فانكشن اللي هو مثل احتمالية تواجد الالكترون في مستوى الطاقة. اذا على مود نحل هذا التكامل، فراح ناخذ density of state لل 3 dimension واللي اخذناه بالمحاضرة السابقة، وايضا راح ناخذ فيرمي ديراك فانكشن اللي هي ثابتة مثل ما تشوف هنا، ولكن راح نسوي تقريب بسيط في هذا التقريب، واللي طبعا بالمناسبة هذا اسمه بولتزمان ابروكسيميشن. بهذا التقريب في حالة الالكترونات اللي موجودة بالكوندكشن باند يكون عندي طاقة المستوي اكبر من طاقة فيرمي، اي بمعنى انا راح يصير عندي E-EF اكبر بكثير من حاصل ضرب ثابت بولتزمان مع درجة الحرارة. فاذا راح هنا يصير عندي بمعادلة فيرمي ديراك انه الواحد راح يهمل، فراح يصير واحد على اكسبوننشال، الاكسبوننشال عندما نرفعها للبسط فيصير سالب، اي بمعنى انه الاشارة تتغير فتصير سالب، فراح نعوض المعادلة التقريبية هذه ومعادلة الدنسي اوف ستيت في المعادلة اللي كانت بالسلايد السابق، ونحصل على هاي المعادلة اللي تشوفها الآن أمامك. طيب هسه نريد نحل التكامل لهاي المعادلة. حدود التكامل يكون من EC لـ ETOP. طبعا الـ EC اللي هو يمثل أقرب مستوي إلى مستوى فيرمي، واللي يكون في الـ Conduction Band، والـ TOP اللي هو يمثل أعلى مستوي بحزمة التوصيل. ف
فهنا راح نغير التوب، راح نسوي انفينيتي على اعتبار انه عدد المستويات اللي موجوده غير معلومه، فنقول هي ما لا نهايه. فاذا حدود التكامل راح يصير من اي سي الى انفينيتي. وشكو الثابت راح نخليه يكون خارج التكامل، فقط المتغيرات راح يكونن داخل التكامل. على مود نحل هذا التكامل لازم نسوي بعض التقريبات، اللي هي راح اعتبر بانه الاي ماينس اي سي يساوي لي اكس. طبعا الاي سي هو ثابت ومشتقة الثابت يساوي صفر، فاذا مشتقة الدي اي تساوي لمشتقة الاكس. في حال لما يكون الطاقة يقترب الى طاقة الكوندكشن باند، اي بمعنى هاي القيمة تساوي هاي القيمة، فبالنهاية الاكس يساوي صفر. واذا كانت الطاقة تقترب للانفينيتي، فاي قيمة تتنقص من الانفينيتي او تنضاف للانفينيتي فهي تبقى انفينيتي، فالاكس اذا يساوي لي انفينيتي. اذا حدود التكامل راح يصير عندي من الصفر للانفينيتي حسب هاي التقريبات. ومثل ما قلنا بدل اي ماينس اي اكس راح اخلي اكس، والاي ايضا راح يصير اي سي بلس اكس دي اكس. طيب احنا قلنا الثوابت دائما نخليها خارج التكامل على مود التكامل يسهل. فعندي هذا الثابت اللي هو اكسبوننشال ماينس اي سي على كي تي راح يكون هنا خارج التكامل، فعندي التكامل هسه اللي موجود حاليا صار بسيط، ونقدر نحله بأحد طرق التكامل التسعة اللي انت ماخذها بالتفاضل التكامل. بعدها راح نحصل على ناتج التكامل اللي هو الكي تي مرفوع الى اس 3 على 2 مضروبة في جذر باي على 2. طيب بعد ما نجي نسوي هاي الاختصارات ونحصل على هاي المعادلة النهائية البسيطة ونسوي بعض التقريب، انه هذا نعتبره ان سي مثل ما تشوف هنا بهاي المعادلة، بحيث الان سي يساوي لهذا المقدار، واللي تشمل بعض الثوابت والمتغيرات اللي انت تعرفها. الام هنا يمثل effective mass بالنسبة للالكترون، والاتش تعرفه انه ثابت بلانك، والكي هو ثابت بولتزمان، والتي اللي هو درجة الحرارة بالكلفن. طيب اذا نريد نعرف عدد الفجوات في حزمة التكافؤ، نفس المعادلة السابقة ما عدا انه اكو تغير بسيط، اللي هي هنا راح تصير ام بي ستار اللي هو الافكتيف ماس بالنسبة للفجوات، وهنا اللي يكون عندي بالمعادلة راح تكون اي اف ماينس اي في، والاي في اللي تمثل طاقة المستوي في حزمة التكافؤ. وأيضا نسوي هذا التقريب، راح نعتبر هذا هو NV، وراح يصير عندي الآن معادلتين، معادلة خاصة بتركيز الإلكترونات المتواجدة في حزمة التوصيل، والمعادلة الثانية اللي يتمثل لي تركيز الفجوات الموجودة في حزمة التكافؤ. هسه بهذا الموضوع بالنسبة للترانسك سيمي كوندكتر اللي هو السيمي كوندكتر الشبه الموصل الجوهري او النقي، دائما مثل ما عرفنا انه الفيرمي ليفل يكون في الوسط الفجوة، في وسط الفجوة اللي يتوسط بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل. لذلك الترانسك كارير كونسنتريشن نقدر نعبر عليه بالمعادلة اللي هنا بالأسفل، واللي تساوي لي ان اي تربيع يساوي ان اللي هي تمثل لي تركيز الالكترونات في حزمة التوصيل، في البي نوت اللي تمثل لي تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ. راح نضرب المعادلتين راح نحصل على هاي المعادلة، ولكن ما ننسى بأنه الـ EC ماينس EV يساوي الـ EG اللي هي تمثل لي energy gap فجوة الطاقة، و
قانون ال N I تربيع اللي تساوي لي N نوت في ال P نوت، هذا القانون نسميه Law of Mass Action، وهذا طبعا هو يطبق على الأشباه الموصلات في حالة التوازن، واللي يقصد هنا بالتوازن الحراري. راح ناخذ مثال للشرح السابق اللي شرحناه. مثال الأول يقول جد تركيز الإلكترونات في حزمة التوصيل على درجة حرارة 300 كلفن، طبعا هاي درجة حرارة درجة حرارة الغرفة، إذا كان عندي الأنسي بدرجة حرارة الغرفة تساوي لي هذا المقدار، وطاقة فيرمي يساوي لي 0.25 إلكترون فولت أسفل طاقة الكوندكشن باند. لحل هذا الشيء راح نعتمد على المعادلة، وراح يصير عندي تعويض مباشر، أعوض قيمة الأنسي مباشرة، راح أعوض EC ماينس EF اللي هو 0.25، وهنا تكون إشارة سالبة، وبالنهاية راح أحصل على هذا العدد أو هذا التركيز ضمن وحدة الحجم اللي هي 1 على سنتيمتر تكعيب. طيب خلينا ناخذ مثال ثاني. هنا يقول جد تركيز الفجوات في الفالنس باند في حزمة التكافؤ عند درجة حرارة مقدارها 400 كلفن، علما انه ال NV بال 300 كلفن يساوي لي هذا المقدار، وال EF اللي هو يمثل طاقة فيرمي يساوي لي 0.27 الكترون فولت أسفل EV اللي يتمثل لي طاقة الفالنس باند اللي هو حزمة التكافؤ. لحل هذا المثال راح نجي نشوف، انتبه وياي هنا، المعادلة لإيجاد تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ هنا أنا مثل ما مبين أمامك. الـ EF-EV موجود بالسؤال واللي قيمته 0.27. الـ KVT طبعا ثابت بولتز ما تعرفه، والـ T أيضا هو مقداره 400 كلفن، ولا تنسى أنه تحول بعدين هاي القيمة إلى الكترون فولت حتى توحد الوحدات. بعدها هنا تطلع قيمة الإكسبوننشيال، ولكن هنا قيمة الـ NV بحالة الـ 400 كلفن هي غير معلومة. لإيجاد قيمة الـ NV عند الـ 400 كلفن فلازم نستخدم نسبة وتناسب، اللي هو NV عند الـ 400 كلفن على NV عند الـ 300 كلفن يساوي لي 400 على 300 مرفوعة إلى 3 على 2. سواء حد يسأل يقول هاي شلون صارت هذه؟ احنا عندنا المعادلة مالتي اللي هي الـ NV، بعدها إذا نقسم الـ NV عند درجة حرارة 400 على NV عند درجة حرارة 300، فقط المتغير هو درجة الحرارة، البقية يعتبرن ثوابت فيختصرن. فإذا راح أضرب طرفين في الوسطين، بعدها راح أحصل على قيمة الـ NV عند درجة حرارة 400 كلفن، وبالنهاية راح أعوضها بالمعادلة هذه وأطلع قيمة عدد أطلع تركيز الفجوات في حزمة التكافؤ واللي يساوي لي هذا المقدار ضمن وحدة الحجم اللي هي 1 على سنتيمتر تكعيب. في هذا الهامورك أريده من عندك أنه تشوف لي اللي هو الانترانسك كارير كونسنتريشن اللي احنا مثلناه بال NI تربيع عند ال 300 كلفن وعند ال 400 كلفن لمادة الجاليوم أرسنايد، علما انه ال NC عند 300 كلفن يساوي لي هذا المقدار، وال NV عند ال 300 كلفن يساوي لي هذا المقدار، وفجوة الطاقة تساوي لي 1.42 الكترون فولت. انتظر من عندكم هذا الهامورك، والهامورك جدا بسيط، فقط انتبه على الوحدات.